حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. قبل جولة مفاوضات في القاهرة، الجيش الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح. استنفار عسكري مصري على حدود مع غزة. بعد أسبوعين من مغادرتها، الولايات المتحدة تعيد أيزنهاور إلى البحر الأحمر. أهلا بكم. جولتنا نبدأها اليوم من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر بعد ليلة من القصف العنيف على رفح، وغداة إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح لهدنة طويلة في حربها مع إسرائيل. تأتي التطورات العسكرية المتسارعة على الأرض قبل ساعات من محادثات جديدة يفترض أن تعقد في القاهرة لمحاولة إبرام اتفاق الهدنة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في الوقت الحالي هناك قوات خاصة تفتش معبر رفح، ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة. وتوالت ردود الفعل الدولية الرافضة للخطوة الإسرائيلية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومساء الاثنين وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على مقترح اتفاق قطري ومصري ينص على هدنة وتبادل أسرى يفضي حسب قولها في مرحلته الثانية إلى وقف دائم للحرب. أما في الجانب الآخر تضاربت ردود الفعل الإسرائيلية، ففي حين قال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه لا يمكن الموافقة على المقترح ووصفه بالخدعة، تحدث الجيش عن دراسة جدية فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن. قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ الجانب القطري والمصري موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب ما قاله القيادي في حماس خليل الحية للجزيرة ونقلته صحيفة القدس العربي، فإن الوسطاء أبلغوا الحركة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق. ومن ضمن بنود الاتفاق وفق ما نقلته الأناضول عن مصدر سياسي فلسطيني، مقابل إطلاق حماس سراح كل سيدة مدنية أو طفل، تطلق إسرائيل 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين. لم يكن سلوكا مستغربا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يجمع بين إحياء ذكرى الهولوكوست في متحف يد فاشيم وبين إعلان تصميمه على إرسال الجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح تحت عنوان رفح والهولوكوست، تزامن خارج قوانين الصدفة. لنطالع معا ما تضمنته افتتاحية القدس العربي. لم يكن طارئا على ألاعيب نتنياهو في مخادعة الرأي العام العالمي وابتزازه واستدرار الشفقة عن طريق استدعاء ذاكرة الهولوكوست. أنه لم يستخدم اللغة الإنجليزية في خطابه ذاك إلا حين أوحى بأن العالم يمكن أن يتخلى عن دولة الاحتلال وأنها مع ذلك سوف تقاتل واحدة إذا اضطرت إلى ذلك، مستغفرا العقول التي لا يخفى عليها مقادير ما تمتعت وتتمتع به دولة الاحتلال من مساندة أو تواطؤ الولايات المتحدة والغرب عموما. ساعات قليلة فصلت بين هذا الخطاب المتشدد والمتباكي في آن معا وبين مسارعة جيش الاحتلال إلى إلقاء منشورات على سكان مدينة رفح تطالبهم بإخلاء الأحياء الشرقية للمدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع. وفي غضون وعيد نتنياهو وإنذار جيش الاحتلال، لم يتوقف القصف الوحشي الإسرائيلي على عموم قطاع غزة ثم على رفح من دون استثناء منطقة المواصي ذاتها التي يؤمر السكان بالتوجه إليها. ولقد بات ثابتا ومعروفا أن اجتياح رفح ظل أحد الخيارات القصوى أمام نتنياهو لإدامة حرب الإبادة ضد القطاع وتأجيل انهيار ائتلافه الحاكم إذا توقف العدوان، والهرب إلى الأمام من استحقاقات قضائية وانتخابية يمكن أن تقوده إلى السجن قبل سلة مهملات التاريخ. كذلك ظل هذا الخيار أداة ابتزاز يستخدمه نتنياهو كلما أراد جر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم تنازل هنا أو التراجع عن ضغط هناك، ولا فرق يعتد به إزاء أي اعتراض أمريكي في كل حال، لأن وزير دفاع الاحتلال أبلغ نظيره الأمريكي بقرار البدء في الاجتياح، وكذلك فعل مع وزير الخارجية الأمريكي، بما يدل على أن نتنياهو غير مكترث حتى بإطلاع سيد البيت الأبيض شخصيا على القرار والتوقيت.
تصاعد التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة عقب قصف إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ثم سيطر على المعبر، وسط معلومات عن حشود إسرائيلية في المنطقة الحدودية. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقية وغربية معبر رفح في الجانب المصري، وعدت الخارجية المصرية سيطرة الإسرائيلية على المعبر بمنزلة تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من 1,000,000 فلسطيني. وحذرت مصر من تهديدها جهود التوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الرسمية عن مصدر رفيع المستوى تحذير وفد أمني مصري لنظرائه في إسرائيل. وتأتي التطورات العسكرية المتسارعة قبل ساعات من محادثات جديدة من المقرر أن تستضيفها القاهرة اليوم. بعد أقل من أسبوعين على إعلان مغادرتها، أظهرت بيانات تتبع للبحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية USS Dwight D. أيزنهاور تعود إلى مسرح البحر الأحمر. وبحسب ما نقله موقع يمن مونيتور عن المعهد البحري الأمريكي، أظهرت صور الأقمار الصناعية دخول أيزنهاور قناة السويس برفقة مدمرة. وفي 26 من أبريل قالت البحرية الأمريكية إن أيزنهاور والمدمرة رافلي تتواجد في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان من المتوقع أن يتم استبدال أيزنهاور ومجموعتها الهجومية بمجموعة هاري إكس ترومان كارير سترايك التي كانت تجري تمرينا غرب المحيط الأطلسي نهاية أبريل الماضي. كان سعيد فريح يكرر في كتاباته قولا لا أذكر صاحبه، خلاصته: إذا أردت أن تقتل خصما لا تطلق عليه رصاصة بل إشاعة. تحت عنوان خبز وكعك وإشاعة كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط. نتابع. لعل أشهر إشاعة في التاريخ تلك التي طالت ملكة فرنسا زوجة لويس السادس عشر النمساوية ماري أنطوانيت، فقد نسب إليها في ذروة الثورة الفرنسية أنه جاء من يبلغها بأن الناس جائعون لا يجدون خبزا يأكلونه، فأجابت فليأكلوا الكعك. دون الحكاية مفكر الثورة جان جاك روسو في كتاب اعترافات، وسارع الناس إلى تصديقها، كما قاموا بإرسال ماري أنطوانيت إلى المقصلة بعد عامين من قطع رأس زوجها، غير أن المؤرخين أجمعوا على أنه لا يمكن لماري أنطوانيت أن تتلفظ بمثل هذا القول. يعود كعك ماري أنطوانيت إلى الذاكرة كلما أشهر بعض أهل التواصل الكذب والتلفيق والسم في وجه الأبرياء والمشتبهين على السواء، وقد تكثفت حملات التواصل وزادت فنونها وكثر ابتذالها وبذاءتها. لعب بعض الصحفيين في الماضي أدوارا وضعة في تدمير حياة الناس، اتهموا الأبرياء تهما قاتلة معنويا واجتماعيا وحتى جسديا من دون أي شعور إنساني بالمسؤولية. المهن الحرة يجب أن يحكمها مبدأ الحرية ورقيها وغايتها، وإلا تحولت إلى خناجر تدمي كل من حولها قبل أن ينهيها صداؤها. كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس بسبب تداعيات سنوات الصراع المسلح في البلاد. الحرة نقلت ما ذكرته المنظمة في بيان لها، وقالت إن شركاء التعليم يقومون بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين. منذ بداية الحرب في 2015 خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثارا مدمرة على النظام التعليمي. وبحسب إحصائيات قدمتها المنظمة، فقد دمر نحو 2916 مدرسة. يواجه الهيكل التعليمي المزيد من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، أي ما يقارب من 172,000 معلم ومعلمة لم يحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أعمال أخرى. في وقت سابق أطلقت نحو 200 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية نداء عاجلا لتقديم 2,300,000,000 دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024.
2020 محذرة من عواقب وخيمة في حال تعثر تأمين التمويل اللازم. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 300 ألف مهاجر في اليمن، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال العام الحالي، وخاصة النساء والفتيات. ودعت المنظمة الأممية في بيان نقله الموقع بوست، دعت المانحين إلى زيادة الدعم للأعداد المتزايدة من المهاجرين، وخاصة من تقطعت بهم السبل في محافظة مأرب. ومنذ مطلع العام الجاري بحسب المنظمة تم إعادة نحو 2300 مهاجر ضمن العودة الطوعية في عدن وصنعاء، وتضاعفت أعداد المهاجرين الذين يصلون اليمن من قرابة 27 ألفا عام 2021 إلى 90 ألفا خلال العام الماضي. أدري أن القضايا والموضوعات المرشحة للكتابة كثيرة بل غزيرة، أو كما يقال بالعامية أكثر من الهم على القلب، ولذلك لن يعدم كاتب أو راغب في الكتابة أو كل من تحك يده للقبض على لجام القلم والشخبطة به موضوعا للكتابة مما تقافز من موضوعات حوالي. عن ذلك وتحت عنوان شغل الشاغر ليس إلا، كتب حسن عبد الوارث مقالا في موقع بلقيس. ثمة كتابة قائمة على وعي بموضوعها وإيمان بمضمونها أو رسالتها، فيما كتابة أخرى لا تعدو أن تغدو خبط عشواء أو نبشا في الرمال أو هرطقة. فلنجل بأبصارنا على ذلك الركام الهائل من المقالات والأعمدة التي تزدحم بها يوميا تلكم المواقع والمنصات الإلكترونية التي باتت مستشرية كالفيروسات بعد أن قل بل ندر وجود الصحف والمجلات في هذه البلاد وفي العالم كله. ولا بد لك بعد هذا التجوال من أن تحط باهتمامك على عدد قليل جدا منها وجدتها تستحق قراءتك فعلا، وما عداها تجدها هباء منثورا. قالوا في المأثور منذ زمن بعيد، الكلام ما فيش عليه جمرك، أي أن تتكلم أو تكتب لا فرق، فهو من أسهل ما يمكن أن يبدر عن المرء. ولكن هل كل الكلام أو كل الكتابة سواء؟ كما جاء في محكم كتابه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهل يستوي كلام العارف مع كلام الهارف؟ وهل تستوي كتابة من يدري ماذا ولماذا يكتب بكتابة ذاك الذي لا يريد من الكتابة إلا تحبير الورق أو ملء الفراغ أو نيل شهرة مزعومة؟ ويتفاخر بعضهم بأنه يستطيع كتابة مقال من 1000 كلمة ببساطة وسرعة قياسيتين، ولا يدري هذا المتفاخر أن كثافة العبارة وخلاصة الجملة واختزال الفكرة هي القدرة البارعة والمهارة الفائقة وليس الفضفضة. إن ذلك النوع من الكتابة أشبه شكلا ومضمونا بذلك الركام الذي تراه في مقالب القمامة الكبرى خارج المدن، كالأزرقين في بعض ضواحي صنعاء والحسوى في إحدى ضواحي عدن، مصيرها ليس أكثر من قبرها أو إحراقها أو إتلافها في أحسن الأحوال. أشارت وكالة الأناضول مجموعة من الصور حول إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط غزة بمصر، إضافة لقصف طائراته منازل في القطاع. نشاهد معا. أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم نتابعها في جولتنا الأخيرة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.